سهير الأحياني، دكتورة في علوم الإعلام والاتصال. كنت حكيت لكم على استبيان صحفية عمرو. استبيان هذايا باش يكون ليشانتيون ريبريزونتاتيف ويمثل قطاع الإعلاميات والصحفيات في تونس. يلزم تدخلوا تعمروا البيانات الموجودة باش نحاولوا نخرجوا دراسة تشمل كامل الصحفيات في تونس والواقع نتاعهم. نتعرضوا للصعوبات اللي تعترضها المرأة الصحفية في تونس. إن شاء الله تجمعوا جاوبوا على الاستبيان في أقرب فرصة. كما قلت لكم الدراسة هذه تحت إشراف دكتورة سهير الأحياني هي دراسة مهمة جدا، إن شاء الله باش تسلط الضوء على الصعوبات اللي تعترض المرأة الصحفية في موقع القرار. دونك نعملوا عليكم برشا باش تعملوا الاستبيان، تلقاوه موجود في موقع رسمي لمنتدى الإعلامية التونسيات على صفحة الفيسبوك وحتى على صفحة الانستغرام لموقع الإعلامية التونسيات.